والثوم والفلفل الحار، وكمان في عنا أكيد بهارات وزنجبيل، وفي عنا البهارات البودرة أو الباودر اللي هي غرام مسالة، اللي هي كمان عنا الفلفل الحار، هاي فلفل حار بودرة، بالإضافة لبودرة الكاري، بندورة ورب بندورة، وبدنا شوية لبن، بدنا معلب قشطة حتى ندمجه مع البندورة ويعطينا صلصة الكريمية، بدنا ماء مغلي، رشة سكر، بالإضافة لعصير ليمون وكزبرة خضراء وملح وفلفل، شوية كاجو أو لوز للتزيين وبصل مقلي. هلا وصفتنا كتير سهلة. أول خطوة عملتها أنا حطيت الزيت، نزلت الزيت على النار، رح أدمجه مع معلقة من السمنة، طبعا هذا اختياري. الأكل الهندي كله إجمالا هم بيستعملوا فيه الجي، الجي هي نوع سمنة بس يعني ممكن مش الكل يتقبل نكهتها، فبتقدروا تحطوا زبدة للي ما بده. هلأ أنا هون نزلت السمنة مع الزيت عشان نبدأ أول إشي بالبهارات الصحيحة. البهارات الصحيحة ما رح أكتر أنواع كتيرة، لأنه أنا صراحة بهاراتي المطحونة برضو كتير قوية، فأنا بس رح أحط هيك عودين قرفة، فلفل حار واحد هيك زي ما هو، ورقة غار ممكن حبتين هال، أوكي بس ما رح أكتر أكتر من هيك، لأنه أنا برضو بهاراتي الصحيحة اللي سوري المطحونة نكهتها قوية. هلأ أول إشي رح أعمله على السمنة والزيت هيك بس يبلش يطلع النكهة عنا، رح ننزل الدجاج. هلأ بالنسبة للدجاج يا جماعة بدي أفرجيكم أنا كيف مقطعته، في كتير ناس بحبوا يعملوه بالأفخاد بصير، بس أنا بحب الصدورة، فهاي حسب الرغبة، بس أنا قطعته قطع يعني كبيرة حتى تكون شوي مناسبة للحجم اللي بنعمل عادة بالصدورة، لأن هي عادة هاي الأكلة بتنعمل سوري بالأفخاد، بس أنا بدلتها لصدورة الدجاج، يعني حسب كل حدا شو بتفضل. إذا ما سمعتوا هذا الصوت الأمور مش تمام. لازم ما في تمام نسمع هذا الصوت 100%. اوكي شو بدنا نعمل راسا يا رورو؟ بدنا ننزل نبهر. يا عيني عليكي، اهم شغلتين رح استعملهم هي الجرم مسالة والكاري. اوكي طبعا. هلا بهارات الجرم مسالة بس معلومه، هي تختلف من كل منطقه بالهند، يعني انت بجنوب الهند تختلف شوي تركيبتهم مثلا عن الشمال. اوكي هلا اللي حطيتيه انت ايش، جرم مسالة ولا كاري؟ حطيت الكاري. كاري هلا، وهلا شويه فلفل احمر حار مع انها الاكله فيها حار، وهلا بدي احط الجرم مسالة. اوكي لما بتدمجوا الكاري مع الجرم مسالة رح تاخذوا نكهه كثير طيبه بهاي الاكله. تمام. هلا بدي اقلب الدجاج مع هاي البهارات حتى يتحمص معانا الدجاج، وتحسوا انه هيك زي كانه كون قشره او عمل قشره هيك كريسبي شوي قبل ما نكمل باقي الاكله. ايوه على فكره دائما انا بس بحب احكي معلومه، اكيد الاكل الهندي كثير واسع يعني، وكثير في اكلات احنا بنعرفها، بس احنا دائما بنقربها لمطبخنا او بنقربها لاحنا شو بنحب. صح، لانه اذا اخذتيها زي ما هي بالضبط يمكن مش الكل يتقبلها. فهل هي بتشبه الباتر تشيكن؟ بتشبه الباتر تشيكن. شو الاختلاف بين الباتر تشيكن والمسالة تشيكن؟ هلا في ناس بسموها تكه مسالة، في ناس مسالة، انا عملتها بالطريقه العاديه كتير يعني بسيطه. الباتر تشيكن فيها كاجو مطحون بالصلصه نفسها، وبيكون كريمي اكثر ولونه على اورنج، هون على حمار اكثر، برضه كريمي بس ما فيه مكسرات. اوكي هلا انا من وين جاي؟ من القشطه، من اللبن والقشطه. أوكي. فيه لبن وقشطه. بس يعني هو احنا زي ما بنحكي من من منعربهم للوصفات. أوكي. او منقربهم لمطبخنا او شو احنا بنحب، لانه اكيد على الوصفه الاصليه يمكن مش الكل يتقبلها، لانه كمان هم بيستعملوا كميه عاليه كثير من الدهن فيها 100%. هلا بعد ما يبدا البصل عندي، سوري الدجاج عندي يتلون، شايفين كيف صار لونه حلو؟ هلا هو بصير على حمار، ما بضل هيك على اصفر. طبعا بس نضيف له، طبعا في عندنا رب البندوره وفي عندنا بندوره طازه، فكله هذا اللون رح يتغير معنا. شو بحب اضيف بهاي المرحله؟ يعني لو بنقدر نعطيه كمان دقيقتين. تقدري تعطيه دقيقتين؟ نقدر نعطي. الحلو بالمطبخ الهندي انه بتميز ببهاراته، يعني هو نكهات كثيره، بهارات كثيره، بتميز باضافه اللبن برضه للطبخه. طبعا يعني كثير من الوصفات. هلا هي الجرم مسالة تتكون خلطه الجرم مسالة تقريبا من 11 12 نوع بهار، تخيلي. وبرضه زي ما قلت لك التركيبه بتختلف من منطقه للاخرى. غير الكاري، انا بحب البهارات. يعني مثلا تخيلي حتى بالمغرب العربي عندهم مثلا خلطه ال 11 بهار، ليش بسموها؟ ليه؟ راس الحانوت. كل بلد بتحسي مرات هيك في عندهم تركيبه بهارات معينه. صح. بتعطي طعمة الأكلة أو بتعطي تبرز الطعمة. عشان هيك أنت لما مثلاً أوقات بتشمي ريحة مطبخ بتقولي هذا المطبخ المكسيكي. أيوة 100%. فيه الكمون مثلاً ظاهر، الكزبرة إلى آخره. بس صح. على مطبخ تاني مثلاً المطبخ العربي مشهور بريحة بهارات الجاج اللي هي سبع البهارات وهي الأشياء. صح. فبتشمي الريحة منه. الهندي الجرم مسالة والكري أي حدا بشمهم رح يعرف إنه إحنا بالمطبخ الهندي. شايفة؟ هلأ مثلاً بهاي المرحلة بقدر أنزل البصلة. ليه ما نزلت البصلة أول؟ عشان ما تنهري كتير، أنا بدي إياها كمان تلحق الجاج هلأ. أوكي. ينخلطوا مع بعض
وفي شغلة مهمة، هلا الزنجبيل والثوم في كتير ناس بطحنوه كتير ناعم أو بهرسوه يعني على هراسة الثوم، بحسه كتير بيختفي بالأكلة ويعني بنحرق بسرعة لما بدك تقليه، فأنا بحب أخليهم شوي كبار. هذا زنجبيل مقطع السكينة، تمام؟ الزنجبيل والثوم هلا بدنا نخليهم هيك على راحتهم يتقلبوا قلبتين ثلاثة لحد ما كله يتنكه معانا بالطريقة الصح. شايفة؟ لما يكون معك المقلة أو الطنجرة سخنة، الزيت حرارته 100%، كل هذا بيساعدك حتى تاخدي نتيجة جيدة بالأكلة. لأنه إذا أنت مثلا نزلتي كل شيء فوق بعض روان، إيش كان رح يصير؟ طبعا كان رح ينزل مي، نزل مي تسوق وما رح يتحمص معنا الجاج ولا رح يطلع طعمه زي ذاته. بس الريحة اللي طالعة هلا جد ريحة أكل هندي وكتير زي هلا أنا بعرف 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 إنه فيها بهارات حرة، بس لا انت زودتيها يعني للون للون هلكتني قلت طيب للون فيها، بس بدي اعرف انه فيها. هذا شوفي اللي بيحبوا الحر ما رح يعني تفرق معهم، بس مثلا اللي ما بيحبوا الحر ما يدوقها تحرقوها حر ابدا. هلا شايفين انا اخرت الفلفل والملح لانه اوريدي بهاراتي اصلا فيها يعني بهاراتي فيها فلفل، بس هلا رح اضيف بعد ما استوى معي الدجاج رح اضيف رشه فلفل اسود ورشة ملح ومنكمل تقليب، وبدي أنزل عليهم بس شغلتين. بدي أنزل عليهم رب البندورة عشان أحمصه شوي مع هالبهارات. شايفة؟ في حد عم بيحكي معي؟ أنا ليش صوت كل حدا واطي اليوم؟ أي أشياء؟ خلص يعني بس تخلصي هاي، سمعت اخر كلمه مطوله الاشياء. اخذ الكوبايه من راس الماعون ديما بالضبط، يعني هي اخذت اللي بدها تسمعه وتركت الباقي. استنى ما بقدر اقطع الوصفه. لا ما بدناش نخلصها كمان احنا. لا وين نخلصها؟ في رز. في رز مهم جدا. طيب عشان هيك عم بحاول. طيب يا جماعه شوفوا، رح نحط البندوره هلا الطازه. اذا حطينا رب البندوره رح انزل البندوره. دائما اذا في عندنا بندوره ايش في عندنا؟ في ملح سكر. سكر يا عيني عليك، انت رشيتي اشي بدي ملح يا سكر. المخرج مصحصح. لا هو المخرج شاف اشي مرشوش. المخرج مصحصح. هلا هلا عشان نطلع فاصل للمخرج وهو مبسوط، بننزل عليهم شويه مي، ما بدي سوائل كتير، وبنكمل الصلصه الكريميه بعد الفاصل. بعد الفاصل تمام. اذا هيك حطينا المي نتركها تغلي شوي على ما نحضر صلصتها الكريميه اللي حتحضرها شيف ديما ان شاء الله بعد فاصل صغير. استنونا. لبن المراعي مع كل أكل ألذ. سفنجات كلين أب إحدى شركات مجموعة الصايم. نظافة الجلي أكيد بتشوفيها.
مليان بهارات نكهات. هلأ خلصنا تقريبا ثلاث أرباعها للصوص، بس هلأ ضل علينا هلأ أهم خطوة لبن. أهم خطوة هلأ هون عندي قشطة عادي قشطة بدي أحط عليها تقريبا كوب من اللبن. طبعا بتقدر تحطوه كله مع بعض، بس أنا صراحة هيك عشان ما يفصل معي اللبن بضمن إنه بحركه كتير منيح قبل ما أنزله. أحسن صراحة لأنه صوص ولبن. يس. وشوفوا أنا عادة الكزبرة ما بحب أحطها بالأول لأنه بتسود، يعني بحب أحطها بالآخر، بس لازم نحط شوي منها هلأ في هاي المرحلة. ليه؟ عشان برضو بتعطي نكهة هلأ لما بتتقلى هيك مع البصل ومع التوم. ما بنكتر. شايفة؟ لا الباقي كله للتزيين بعد ما نخلص. شايفة كيف صار لونها؟ أيوة. هلأ بدنا إيش نعمل؟ بدنا نخلط كتير منيح اللبن والقشطة وننزلهم مع تحريك مستمر. ورح يلحقهم معلقة من عصير الليمون. أوكي. شايفة؟ شوفي كيف زي الكريمة بصير. ما هي اختلطت بالقشطة. يا عيني عليكي. هلأ يا رورو أعطيني فاين يا حبيبتي. فاينة من عندي رح. استعارة من عندك الله يرضى عليكي. شوفي برجع لك إياها بعد الحلقة. خذي. إحنا دائماً عندنا هوش على المحارم. مع المحارم أنا والست روان. شايفين؟ هاي ها. لعله خير. شوف شوفي شوفي اللون. شوفي اللون. والله. شوفي اللون. هلأ ضل نحط عليها عصير الليمون. هلأ هاي قد ايه تقعد على السوا؟ معلقة من عصير الليمون. وهون عندي بصل أنا مقليته للزينة، بس رح أحط جزء منه داخل الأكلة عشان برضو يعطينا طعم مكرمل. هلأ بالنسبة لهذا البصل كيف عملناه؟ حطينا عليه شوية نشا مع شوية طحين. أيوة. تقليه على نار. أول إشي بتكون نار عندك عالية. بعدين بتوطيها على نار متوسطة عشان ما ينحرق وياخد اللون الذهبي. بضله معاك مقرمش ما أحلى للتزيين ولكل إشي. طيب حلو. تعرف يعني الواحد بيشوف الأكل الهندي بيفكر هو صوص وجواته جاج، بس للحقيقة اللي تابع من الأول قدي أشياء انحطت جواته. سواء هلا بقدر أعمله بطريقة أشياء كتير إنه تكون يعني بس بفرق الطعم ديما. إنه إذا أنت ما بنيت النكهات روان. إذا ما بنيت النكهات بني ما بطلع معك التيست 100%. هلا بصل أخضر بس لسه ما استوى هو صح؟ لا هلا بده كمان 3-4 دقائق بدنا ننتقل للرز. يلا عبد الله خليفة رح نخسر بعض إذا ما خليتني أعمل الرز. ما هو نعمل الرز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله. طيب هلا قلت لك هلا يا جماعة هون عندي الطنجرة حامية، برضو رح أنزل عليها شوية زيت. وبرضو رح أخلطها مع نقطة سمنة. أنا اليوم عاملة إكسبشن زي ما أنتم شايفين، أنا عادة ما بطبخ كتير بالسمنة والزبدة صراحة. بس لأنها هندية بدي أعطيها هيك الطعم الصح. أوكي يا دوب معلقة صغيرة. أيوة. وهون عندي أهم إشي بهاي البهارات اليوم بدي أستخدمها روان، عندي برضو ورق غار، عندي برضو اليانسون ستار أنيس. ستار أنيس يعني عليكي. عندي الهال. عود قرفة. وأهم إشي إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا يا ستنا العزيزة كمون. والله كمون حب. حلو. شوفوا معلقتين كبار من الكمون، ما تقللوا الكمية. حلو. بدكم هالقد كمون. هاي الوصفة بتزبط مع كل الأكلات الهندية، يعني هاي وصفة الرز تقدر تعتمدوها جنب كل الوصفات الهندية. ما يعني ما رح في هون حتى نزلها، هي في تنتين حبة كبشة قرنفل كمان. شايفة. أوكي كبشة قرنفل وهالو كل إشي. هلأ بس يبدأ يحمى معانا شوي. بتعرف إيش دي أعمل؟ دي أنقلها على النار هاي لأنها أقوى. أقولك هاي أقوى. وبس يبدأ يحمى معانا شوي بدي أنزل الرز وأحمصه تحميص. طب خطوة تحميص الأرز مع البهارات الصحيحة. شوفي روان تعالي شوفي بلشت تتفقع ويطلع الريحة. شايفة كيف بلشت هيك تتفاعل معنا البهارات مع السمنة والزيت اللي عنا. هلأ بدي أنزل عليها الرز البسمتي مغسول ومصفها. شايفة عم بستنى لكم إنها تحمى حتى ما تروح عليكم الخطوات، ورح أنزله أقلبه شوي معاها حتى يتحمص، تحسوا إنه كل الرز عم بلمع معاكم. أوكي طب أنا عندي سؤال، ليه استعملتي بهارات حب مع إنه رز؟ يعني ليه ما استعملتي بهارات ناعمة؟ كل اللي حطيتيه فيه أشياء ناعمة بتخيل صح؟ إيش هي؟ سوري ما انا عم بركز مع عبد الله. ايش هكا؟ قولي لي ايش قلتي. لا عيدي سؤال. بقول لك ما دام نحن رز وهاي البهارات اللي حطيتيها كلها في منها مطحون، ليه استعملتي الحب؟ لانه انا ما بدي نكهه بهارات في الرز. هلا رح تدوقيه روان، هي هناك حاطته هلا بفرجيهم اياه. بتاخدي نكهه الكمون والبهارات الصحيحه بدون ما تاثري. لما تكوني حاطه البهارات بودره كثير بتطلع طعمه الباودر مع الرز، يعني بتحسيها الكركم، بتحسيه مثلا صحيح. كركم بودره. اما لما يكون حب كامل اول شيء انت اخذتي النكهات لانك قليتي مع الزيت. ايوه شايفه هي الجاهز عندنا الرز اللي هناك. الله يرضى عليك يا عبد الله، شكرا لك. فلونه كثير حلو ومختلف لانه دائما احنا بنعمل رز اصفر وكذا، حبيت اليوم لا افرجيهم رز طبيعي بالبهارات
حلو بطريقة طبيعية. طيب أنا بدي أسألك سؤال ثاني، وين المي؟ هيها. متأكدة؟ مين أخذها؟ لا هي جوا. خوفتي. وأنا خفت ما حلي انتبهت. ما أنا دورت المطبخ كله ما لقيتها. بعدين حلو إنك فاجأتيني على الهواء. طب اغمزيني. لا بالعكس، ما أنا متأكدة عشان نحضر حالنا. لا 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 بالعكس عشان نحضر حالنا. أنا لا لا جاهزة ومغلية وكل شيء. تمام يعني ما أعرف أحط لك إياها. طيب يا جماعة شايفين بدي أحمص الرز دقيقتين مع البهارات. رح أنزل عليهم هلأ الملح عشان يكون كل شيء جاهز، بس بضللنا إيش؟ المي. مي. عندكم مرق دجاج حابين تضيفوه أوكي، بس أنا رح أحط بس مي لأني مركزة كتير على البهارات. خاصة إنها استعملت كمون، بتخيل رح يضيعها المرق الدجاج. كتير طعم زاكي. شايفين؟ هلأ كل هاي البهارات طلعوا مع أحلى شكل الكمون كيف بطلع مع الرز. شايفين كيف؟ هلأ كيف ده يطلع معاكم الرز؟ بدي أحكي ملاحظة كتير مهمة. كيف بده يطلع معاكم الأرز نثري ما يكون ملزق ببعض؟ كيف؟ ما يكون معجن. أول إشي التقلاية اللي عم نعملها هلأ. أوكي؟ لما عم نقلبها مع الزيت والبهارات، بس أنا لسه عم بستناها تسخن عشان هيك ما عطيتها وقتها. تاني إشي كمية المي. هلأ أنا مثلاً هون مفلفلة 3 كوب من الأرز. كل كوب من الأرز أنا بحط له للرز البسمتي كوب ربع فقط من المي. بس. فأنا هون رح أحط 3 معناته. 3 و 75 75 عجبتني ال 75 انا حسبتهم بالربع 4 الا ربع 4 الا ربع فهلا بس بدي استناها هيك تحمى شوي. ها هذا بدأت. الصوت اللي بدي اسمعه بلش الرز يتحمص مع الدهن اللي عندنا، سواء انتم حاطين سمنه زبده زيت ايش ما تكونوا حاطين، ومع البهارات الصحيحه. اوكي فهلا بس قبل ما عبد الله يقول لي يلا فاصل لسه. بنزل المي فلسه دقيقتين ممتازين يعني صح؟ ممتازين. انت عارف اني انا اللي بخلص الدقيقة. يلا بس دقيقة بس. شوفوا بدي اقول لكم شغلة، انا اليوم انتبهت ديما كتير حابة انت هاي الاكلة لانك هيك من قلبك. لا اقول لك ولا خطوة. هلا هاي برضه بدي اصورها للسوشيال ميديا فيديو. فلما عملتها صاروا يقولوا لي ما بتقدري تعملي التنتين بنفس الفيديو لانه الفيديو دقيقة. قلت ما لي خص، هاي وصفة الارز اهم صح. عندي من هاي لازم مع بعض، فعشان هيك انا كتير حابة انهم يشوفوا طريقتها. وفعلا انت خلصتيهم التنتين بنفس البارت يعني قربي. يلا. سامعة؟ بس تسمعوا عندي. الرز بلش يتحمص مع البهارات الصحيحة اللي عنا. هلأ رح ننزل المي اللي بتغلي. المي اللي بتغلي. واحد. يا سلام. اثنين. ثلاثة. هلأ أربعة لربع. ثلاثة. والثلاثة أرباع يا روان، بس بدي معلقة نظيفة من الدرج. حاضر. هلأ أولها بتحسوا قليل صح؟ طلع ولا نقطة مي تزيدوا. خلص هذا هو عياركم للرز البسمتي. تمام خلاص. شايفين كيف غامرها بس بنفس الوقت مش مغرق أبدا. رح نغطي عليها بس نخليها على نار متوسطة ولكن بعد ما تبدأ تغلى، وبعد الفاصل نرجع منفرجيكم كيف صار الرز وكيف صار الدجاج. 100% ممتاز. إذا نحن هلأ صار وقت فاصل تاني بحلقتنا لليوم، رح نروح للفاصل ونرجع نورجيكم النتيجة النهائية ل الطبخة الأولى أو الوصفة الأولى من المطبخ الهندي اللي هي الدجاج مع الرز بالكمون. حليب المراعي الطازج للمحبة طعم. ملطف الجو من لايت ويف إحدى شركات مجموعة.
إذا حملتوا تطبيق رؤيا واشتركتوا برؤيا بلاي طبعا بتقدروا من خلاله تلعبوا في برنامج دنيا يا دنيا وبرضه مطبخ رؤيا في غرفتين لدنيا يا دنيا وغرفة واحدة نحن لقلنا لمطبخ رؤيا. في سؤال أو في مجموعة من الأسئلة رح تنطرح عليكم، كل اللي عليكم تعملوه لازم تتبعوا مع البرامج، يعني وقت عرض دنيا يا دنيا بدكم تنتبهوا منيح على البرنامج، وهون كمان بمطبخ رؤيا بدكم تنتبهوا على البرامج. تقدروا تستعملوا كل يوم تذكرة مجانية لتدخلوا فيها على إحدى الغرف وتجاوبوا على الأسئلة، كل ما زادت فرصتكم أو كل ما زاد يعني مشاركتكم بزيد الربح أو الفوز، بزيد فرصتكم أكتر بالربح وبصير اسمكم على لوحة الصدارة. كل اللي عليكم تعملوه بس نزلوا تطبيق رؤيا ومن خلاله بتقدروا إنكم تشاركوا وتسجلوا معلوماتكم طبعا وبتتفعل اللعب. وإن شاء الله بآخر الحلقة اليوم بتضلوا متابعينا لأني رح أعلن عن اسم الرابح بنهاية حلقة اليوم من مطبخ رؤيا. هلأ بدنا نرجع للمطبخ الهندي. نعم وعملنا إشي بالفاصل، شو صار معك ولا إشي؟ يم زي ما تركناكم يم 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 زي ما رجعنا بالضبط. أهم خطوة بدي إياكم تشوفوها هلأ هي الرز. نرجع يا أستاذ عبد الله على الرز لو سمحت. أوكي هلأ شوفوا كيف بكون شكله. تعالي قربي روان. أنا قربت. دائما لما بدكم تتأكدوا بس ما بدنا بواسطة معلقة خشب حتى ما نخرب القوام. شايفة كيف لما بيكون عندك كيف شوفوا كيف روان بتقلب الرز. بالله شوفوا كيف روان بتقلب الرز كيف بمعلقة إيش. شو ما بدك المعلقة اللي جنبي. طيب شايفين كيف هلأ هيك بتضلوا كل حبة مفلفلة أمورها تمام. آخر خطوة مننزل عليه هلأ الكزبرة. ما مننزل كزبرة بالأول بس منحرك تحريكه وخلص رزنا صار جاهز. ولا رح أعمل فيه مختلفة. بالله إنك تدوقيه. طبعاً دوقي من السخن عشان هداك بارد. هاي رزاتنا جاهزين، أكلتنا إيش ضل عليها. رح أرجع أضيف لها شوي من البصل المقلي للزينة، كم من ورقة كزبرة، وهي ما فيها يعني خلص بصل أخضر بس أنا رح أضيف لها الصراحة شوية بصل أخضر. وما تنسوا اللي أنا أضفته بس يعني قبل الفاصل فما بدي إياكم تنسوا فيها عصرة ريحة بتشهي، عصرة ليمون بسيطة يا دوب معلقة عصير ليمون. تمام وهيك صارت أكلتنا جاهزة. مميز الرز صح. رح أحطها جنب صديقاتها وأطباقها ونحكي سريعا كيف عملناها. أوكي كتير زاكي. اليوم عملنا إذن وصفة التشيكن مسالة مع الرز الهندي. أول إشي للدجاج قلبت بسمنة وزيت مع بعض، تقدروا تحطوا زبدة إذا ما بدكم سمنة، كل البهارات الصحيحة المذكورة عندكم. بعد هيك نزلت عليها الدجاج مع الجارم مسالة والكاري باودر بالإضافة لأي نوع فلفل حار أحمر مطحون، قلبتهم مع بعض بس بلشوا ياخدوا لون. نزلت عليهم بصل وتوم وزنجبيل. بعد ما تقلبوا كتير منيح نزلنا عليهم شوية مي نزلنا عليهم رب البندورة، بعدين البندورة الطازة، رشة سكر، بعدين شوية مي، منخليهم يغلوا هيك تقريبا مثلا ثلث ساعة. بعدين بنعمل خلطة تتكون من لبن مع قشطة، بنحطهم ما منكتر كتير سوائل بهاي الأكلة، لازم تكون شوي كثيفة. وآخر إشي عملته إني حطيت عليها كزبرة خضراء، بصل مقلي مسبقا، ضل في شغلة هون عندنا كاجو، هو ما فيها في هاي الأكلة ما بتتقدم مع الكاجو، ولكن أنا ممكن أكسر هيك شوي أو ممكن تحطوا لوز للتقديم بس فقط لا غير. أنا حطيته بس للتزيين، ولكن هي يعني تختلف عن الباتر تشيكن، مش كتير الأكلة متشابهة. تمام يا سلام. وبالنسبة للرز، الرز اليوم عملنا الرز الهندي على بطريقة كتير بسيطة بالكمون. أهم مكون فيه هو الكمون. يا رورو بنقدر نزيح الطنجرة عن النار طبعا. أوكي إذا اليوم عملنا الأرز الهندي بالكمون، أهم مكون فيه الكمون بالإضافة للبهارات الحبة الثانية مثل اليانسون الصيني. حطينا شوية ستار أنيس مع شوية زيت وسمنة مع بعض، وحطينا ورق غار وعيدان قرفة، وأهم إشي معلقتين من الكمون الحب بس تقلبوا كتير منيح مع بعض. نزلنا عليهم الأرز البسمتي، قلبناه كتير منيح حتى تحسوا إنه هيك حبات الرز كلياتها تغلغلت بالدهن اللي عنا اللي بالطنجرة. وبعد هيك نزلنا عليه السوائل. بعد ما يستوي تماماً بننزل عليه تقريباً معلقتين من الكزبرة الخضراء وساحتين عقفية. تعرفي شو بيميز الرز هلا بعد ما دقته؟ هو رز زاكي وبسيط، يعني ما بتحسي فيه نكهات قويه. لا عشان هيك انت بتاكلي بتستمتعي بالكمون، هي طعمه الكمون روان، زاكي الكزبره الاشياء الزاكي هاي ظاهره فيه بس مو بطريقه كتير يعني زاكي يتاكل جنب هاي الاكل 100% لانه بسيط جد. طيب رورو رح ندخل على الحلو. يا ريت خلينا ناخذ المقادير مع بعض عشان ما ناخر ضيفتنا تشتغل براحتها 100%. يا رورو بتقدر تقرأي لي اياهم عبين بس انظف شوي قدامي. يلا اعطوني المقادير لو سمحتوا. مقادير وصفتنا الثانيه حلى اللوتس. حلى اللوتس اوكي.
اوكي، لنعمل حلق اللوتس بدنا كوب من الحليب البودره، بدنا كوب من السميد الناعم، كمان بدنا 2 كوب بسكوت مطحون، 200 جرام من القشطه، نص كوب حليب مكثف محلى، وكوب كريمه اللوتس، برضو بدنا جوز هند او شوكليت شيب ابيض للتزيين. تمام. انا حبيت فكره الشوكليت شيب البيضه بصراحه، يمكن انا بتخيلها بتطلع كثير لطيفه. هلا اول إشي بدي احكي اني انا جبت كوب من الحليب الباودر حمصته على النار لصار لونه هيك، ياخذ وقت. وهذا حليب محمص يعني؟ حليب محمص. أوكي. لانه اي نوع حلا ما بيدخل على الفرن ما بنقدر نحط السميد والحليب بدون تحميص. هذا ما رح يدخل الفرن يستوي، فبده يضل الطعم النية فيه. فلازم نحمص الحليب الباودر، كوب من الحليب الباودر على في مقلى منفصل، وهون كمان خليني اشيل الرز عشان ما يلخبطه. وهون عندي كوب من ايش؟ السميد. من السميد. سؤال ناعم او يا عيني عليك، منيح سالتيني. انا السميد اللي استخدمته وسط. وسط يا وسط يا ناعم، الخشن لا طبعا ما بزبط. اوكي ناعم بزبط يعني، لو لاني انا وسط مش عارفه ممكن يلتقى موجود. نلاقي وسط كل شيء موجود بس. أوكي. مش الفرخه برضه الناعم كتير اللي زي الطحين. هاي ناعم. شايفين ناعم. فانا حمصت السميد وحمصت الحليب الباودر، كوب من الحليب الباودر صار عندي بهذا القوام. اوكي تقريبا قد ايه بقعد يتحمص الحليب الباودر؟ يعني بده 5-7 دقائق عشان هيك انا عملته قبل الهواء. بتعرفي بعدين بعد تحميصه بصير شكله زي السميد. أيوة. السميد قبل بس تحميص. القوام مختلف. بس القوام شوي مختلف. شوفي ما ابسط وصفتنا اليوم. تمام. اوكي يا حبيبتي، بس في قالب التشيز كيك اللي هناك نجيبه. هلا انا هون عندي كوبين من البسكوت، اي نوع بسكوت انتم حابينه. انا صراحه طحنت البسكوت المربعات التركي. تقدري تبع القمح، تقدري اي نوع، مش فارقه. المهم بعد الطحن تعيري كوبين، يعني التعيير بصير بعد ما تطحني، اطحني البسكوت وبعدين عيري كوبين. أوكي. بعد هيك رح انزل عليهم الحليب البودره. يا سلام. يتحمص معنا. ورح ننزل عليهم السميد اللي تحمص معنا. تمام، خليهم هيك، هلا اشيلهم بعد شوي. وهلأ رح أنزل عليهم قشطة ونص معلب من الحليب المكثف المحلى. وبدي أشوف حسب التعجين كيف بصير قوامهم، بدي أعجنهم مع بعض روان، وبعدين رح أرصهم بقالب التشيز كيك. بس خليني أشوف الشغلة. دقيقة شوي رورو عشان هاي ما تفلمنا، يكون كله أمورنا تمام. روان إذا بدك تاخدي تعليقين عبين ما أنا أدوب معي اللوتس هون. يلا احنا اليوم ما اخذنا صراحه تعليقات، خلينا نروح على فيسبوك مطبخ رؤيا نسلم عليكم وابعثوا لنا تعليقاتكم، نحب نقرا اكيد تعليقاتكم. بنسلم على ام عادل النمري، يسعد صباحكم حبيبتي، يسعد صباحك. بتقول اليوم عيد ميلاد اختي مريم جبارة العمر كله. طبعا مريومه هاي متابعتنا عيد وصديقتنا مريم جبارة. هي كل عام وهي بخير. كل عام وانت بخير وصحه وسعاده يا مريم، منا ومن ام عادل. كمان أم جمال سمرات بتصبح علينا صباح الورد. ميسون حدادين من شيكاغو كمان بتسلم علينا، صحتين وهنا يا رب، شهيتونا يا شيف. كمان محمد زكي، تحية للجميع، شكرا لك، وصفاتكم مميزة، لمسات أنيقة. الله يرضى عليك ويسعدك. كمان بنسلم على فادية الملاح زوربة، كمان بنسلم عليكم صباح الخير. وأسماء القيق، أسماء سعد صباحك يا أسماء. طبعا صباح الورد. هلأ شوفي عزيزتي، هلأ هاي الأمور اللي حطيناها بالوعاء اللي هي زي ما حكينا الحليب الباودر والسميد والقشطة والحليب المكثف المحلى، بدي أعجنهم مع بعض ليصير عندنا قوام شبيه بالعجين. كله بصير متماسك وسهل إننا نشكله على شكل، شايفة كيف القاعدة؟ وطعم زاكي. هاي هي القاعدة روان، تخيلي بدون خبز ولا فرن ولا أي شيء، بتحطيها بعدين بتحطي عليها. أنا لازم هذا يكون بحرارة الغرفة عشان هيك عم بسخنه شوي عشان يكون انسيابي ونقدر نحطه بسهولة، بنحطه فوقها وحتى الثلاجة يعني، ولا أسهل من حلو ممكن تعملوه. هاي باقي الحليب، هيها زي ما أنتوا شايفين، هاي قاعدة التشيز كيك العادية. يا عبد الله شكرا. ممتازة. شكرا إلك. شايف روان قديه صار سهل إن نتعامل معاها، كلها عم تتماسك معانا. معلب قشطة، كوبين من البسكوت المطحون، توزين البسكوت بعد الطحن. ايوه. وعندك كوب من الحليب الباودر اللي برضه محمص، وكوب من السميد. اسهل من هيك شو في؟ لا ما في ولا شيء، صح؟ هي مش كل وصفاتنا لازم دائما تكون صعبه وست البيت ما بتقدر يعني انه تطبقها بسهوله، لانه مرات نعمل شغلات شوي بتكون معقده بالحلويات، فحلو مرات البساطه.
هيك أموري أنا 100%. هلأ حتى الحليب المكثف المحلى رح يعطي الحلو للطبقة هاي صح؟ أيوة الحلو. بس هي أصلاً هاي كمان كتير حلوة. بعرف بس يعني عشان يكون الطبقات متكاملة 100%. شوفي عجين تصير معاكي عجين. إذا مشيتوا على المقادير المذكورة رح تحصلوا على هاي النتيجة. تمام؟ شكلها زاكي. رح أمدها بالقالب. طبعاً القالب أنا مبطنته بورق الزبدة عشان ما يغلبني لما بفكه ولما بدي أطلع الحلى منه. تمام؟ هاي بدي أطلعها بس احتياط أحسن إيش تعملنا فيلم بالطوق. أمورها تمام. أوكي. فإذن هلأ شايفين كيف بمد حتى للزوايا. لازم نحاول قدر الإمكان يكون كله سطح مستوي متساوي. في عندي هون أداة كنت حاططها شكلي ضبيت هايها. هاي بس عشان تساعدني إني أمدهم بهاي الطريقة بس. أيوة. هيك إشي عشان أبسطها بسهولة. شايفة؟ لا والله إيدي أسهل. يلا إيدي أحسن. شايف ما تعتمدي على حدا. تعتمدي على نفسك. على إيدك. شايفة؟ هيك. لا تمد معنا وأهم إشي عندي الزوايا. ما بدي أخلي الزوايا أبداً ما تكون مزبوطة. ها. عشان وقت التقسيم يطلع. يا عيني عليك عشان كله يطلع مرتب وما يطلع عندك إشي أسمك من إشي. كتير حلو. والله. الله يرضى عليك. طيب يلا معناته بنطلع الفاصل بكملها بعدين. أوكي. طيب أوكي حبايبي. طيب بس قبل ما نطلع على الفاصل الخال تامر أبو بكر الشيشاني بيسلم على بنت أخته ليدا حسين السيد الشيشاني بمناسبة عيد ميلادها. سلم عليها ونقولها كل عام وأنت بألف خير. أبو حمزة. أبو حمزة بعتلي أبو حمزة. والله بدي أسألك وأنا بقول لأنه كاتبين لي الخال أبو بكر يعني يا جماعة أبو حمزة ببساطة. أبو حمزة زميلنا تامر أبو بكر الشيشاني بيعيد على أخته ليدا نقولها كل عام وأنت بألف خير وصحة وسعادة كل سنة وأنت سالمة يا رب وغانمة يا رب. شايفين يا جماعة أنا رح أترككم على خير بهاي الخطوة وبعد الفاصل بفرجيكم كيف بيكون حلى اللوتس. شايفين هلأ كيف قوامه بدي أفرجيكم على فكرة هاي بس الشغلة. مش هلأ لا لا ما رح أحطه حبيبتي بدي أشرح لهم شغلة بس. إيه يلا هلأ هذا حلى اللوتس دايما لما بتشتروه بيكون كتير جامد. صح بيكون كتير جامد زي شوكولاتة. كيف بدك تمديه؟ أنت لازم يعني تحطيه على الحرارة عشان يرجع لمرحلة السيولة. أيوة وبعدين تقدري ترجعي تمديه وبعدين بدك ترجعي تجمديه. اتفقنا؟ تمام يعني أوكي. هبلنا بالضبط اشرنا جامد دوبنا جمدنا خلينا نروح لفاصل صغير. بعد الفاصل بنكمل هاي الوصفة اللي كتير زاكية بصراحة. تفعنا. بارز اللوتس مع شيف ديما استنونا. عصير فارم
كمان بخار، بس لأنه بيكون كتير جامد أنا عملته بهاي مرحلة السيولة حتى أقدر أمده وين فوق البسكوت والقشطة ما يكون جامد اللي حطيناهم ويكون كلياته متماسك تمام. فزي ما حكينا بدناش ننسى الزوايا، كله بده يكون مرتب. شايفين؟ يلا هلا بسم الله الرحمن الرحيم طلع، بس منديره بهاي الطريقة. شو في أسهل من هيك؟ تمام ممتاز. هلا يا رورو بس بدنا نمسك معلقة. دير بالك دير بالك عادي فاضية. بدنا نمسك معلقة عشان أضمن إنه بدي أوصل على الزوايا وأسحبها بطريقة مرتبة وتسهمدي. وإيش؟ أسهمدها. شايفين ما أحلاها؟ طلع. شو في أحلى من هيك؟ وأسهل من هيك؟ أي حد بيقدر يعملها صح؟ ولا إشي. هلأ في خطوة، طبعاً هي هيك تتقدم، إذا بدنا نعطيها نقطة لون زيادة ممكن شوكليت شيب أبيض لأنه بيطلع كتير حلو لما بنكسر اللون فيه، يعني طعم وشكل بعطي بالضبط. وبنكسر لون. إذا عندكم شوكليت شيب عادي أكيد بصير. هيك كفاية، مندخلها على الثلاجة على الأقل 4 ساعات. أيوة. بس تطلع معانا هاي شكلها، تطلع معانا. بتعرفي بدي أحاول. بسم الله الرحمن الرحيم. طب أنت ليه ما تحكي وأنت عندك؟ لأنه بدي أقص وحدة كنا. ليه المجازفة؟ لا بدي أقص وحدة من هدول. طب إذا هلأ اليوم عملنا حلى اللوتس بطريقة كتير سهلة. الطبقة الأولى هي عبارة عن كوبين من البسكوت مع كوب من السميد المحمص وكوب من الحليب الباودر المحمص، بنحطهم مع بعض، بنحط عليهم معلب قشطة، بنحط عليهم نص معلب من الحليب المكثف المحلى، بتصير زي قوام العجين، بنمدها بقالب التشيز كيك، وبعدين الطبقة الثانية ذوبنا اللوتس وحطيناه فوقها وزيناه بالشوكولاتة البيضة، بتطلع معانا بهذا الشكل، وبعدين بنقطعها على شكل بارز، وبعد البارز لمربعات بكل سهولة، زي ما أنتم شايفين، تيجي هيك مقطعة، هاي الكبيرة أنا قبل ما أقطعها تحت، وبعدين قطعتها طولياً وعملتها على شكل مربعات. أنا آسفة بس لأنه الكفوف وسخين، خليني أفرجيكم وإيدي ينضف. معلش. هيهم شايفين؟ هاي البارز بعد ما يتقطعوا، هي بتكون عندنا كبيرة زي اللي بالطبقة السفلى تحت، وبعدين بنقطعهم بهاي الطريقة، كتير إشي سهل. وبعدين بعد التقطيع مش ضروري ترجعيهم ثلاجة روان لأنه بيكونوا هم بحرارة الغرفة خلاص متماسكين 100%. فبتحتفظي فيهم برا. صحتين وعافية 100%. يسلموا إيديكي. هذه كانت وصفتنا الثانية. هلأ بدنا نرحب بضيفتنا لليوم، ضيفة مميزة ومبدعة جدا، هي شادن الجمل. أهلا وسهلا فيك. تفضلي. أهلا وسهلا شادن. يا أهلا وسهلا. هلا نورتينا. أهلا وسهلا بشادن. أهلا. كيف حالكم؟ يا هلا هلا. على فكرة إلي عندك 5 دقايق. بالله؟ إلي عندك 5 دقايق. خمس صح؟ بس إحنا بنعطيكي أكثر. بنعطيكي أكثر. بعطيكي أقول لك نفتح برنامج. خلص. طب خلص. نوصله مع الأخبار. تمام. دور مالك يا يلا. شادن لا تزعلي. شادن أهلا وسهلا فيكي نورتينا. أنت ثاني مرة بتطلعي معنا اليوم بمطبخ رؤية. مع ديما ثاني مرة، معك أول مرة. بس قصدي بالمطبخ ثاني مرة. تمام. مبسوطة إنك معنا اليوم. وأنا كمان. أنت متميزة كثير بالأكل الصحي، بتعمل أشياء بدون سكر، متميزة بدبس التمر كمان. هيك وهيك. اسمعي بعمل كل شيء. عندها اللي مش صحي ابدا. في مش صحي ابدا. عندي يعني الاكستريم والاكستريم. عاد اليوم انت يعني اعطيتيني هذا انه كله صحي. ما انا عارفه على ذوقك. والله حلوين. جايبه لي اشياء زاكيه فقلت صحي. احكي لنا شوي عن منتجاتك اللي هي. هلا انا بعمل دبس تمر لانه في عندنا مزرعه بالكرمه فعندي كميه تمر. ما شاء الله. فمرات مثلا التمر بيكون منقوره يعني صح. مشعوره صح. كذا. حرامي. يعني لا بتنباع يعني بتنكب. ولا بتنكب. مظبوط. صارت كبيها لأنه ممتازة فصرت أعمل دبس تمر. طبعا دبس تمر خالص خالي من السكر ومن الإضافات، وصرت أعمل حلو من دبس التمر لأنه صار عندي دبس تمر كتير. صح حلو. فالشيز اللي بتعملي شفتيهم هدول؟ شفتهم بجنن ويسلموا ايديكي. واكيد شيء زاكي اللي بتعمله شادن. شادن انت بعد ما نرجع من الفاصل ان شاء الله ايش رح تعملي لنا اليوم؟ بدي اعمل كفته عدس تركيه تشي كفته. هلا هاي الوصفه سهله، اقتصاديه، صحيه، نباتيه وسهله وسريعه التحضير وتحضيرها مسبق. يعني تخيلي قليل ما تلاقي وصفه
فيها يعني تحقق كل هاي المعادلة. كل هالمعادلة وزاكية وشكلها حلو. حلو حلو كتير. طيب نحن مستنين على نار وصفتك، ولكن قبل رح نروح إحنا وياكم سؤال الحلقة اللي سألتكم إياه اليوم ببداية الحلقة، وهو شو الأكل اللي ما تاكلوها خلال فصل الشتاء. هذا سؤال زميلنا مهند عمل تقرير عنه، سأل هيك الناس متابعين المطبخ أيضا في كل مكان عن هذا السؤال، والجواب رح يكون بهذا التقرير رح ينعرض بعد شوي. أكتر طبخة ما بأكلها بالشتاء اللي هي المسخن والسمائية. أكتر طبخة ما بحبها بالشتاء المفتول. والله الحمد لله من فضل الله كله بأكله، ما في إشي بحبوش، من فضل الله لأنه نعمة من الله لازم نأكلها، واللي بحم واللي بأكل نعمة الله بيعي لازم يحمد الله على النعم اللي الله أعطاياها. أنا أكتر طبخة ما بأكلها بالشتاء الفاصوليا البيضاء. أكتر أكل ما بحبها ما بأكلها بالشتاء هي الكرشات. الحمد لله كل شيء من رب العالمين نعمة الحمد لله، وما بتذكر إنه أنا قاعد بفصل بأكلات شتاء وأكلات صيف، كل شيء متوفر قدامي الحمد لله بناكله بنقول لربنا الحمد عليه. بشكل عام كل الأكلات في الشتاء يعني طيبة، لكن في أكلة معينة ما بناكلها في الشتاء إحنا اللي هي المسخن. أغلب الأكلات بناكلها إن شاء الله. ما زالت هاي الأكلة تطبخ جيدا ناكلها لو شو ما كانت. الشتاء معروف انه هناك أكلة طيبة كتير تؤكل بالشتاء اللي هي شوربة العدس. أكتر أكلة ما بحبها البامية. يعني هو إجمالا المسخن يعني بتوقع يعني ممكن مش مكون مناسب للشتاء يعني. لبن المراعي مع كل أكل ألد. طري الجزيرة بكبسولات العطر، الريحة بتدوم لفترات أطول وبيقوي الأنسجة وبيحميها من الاهتراء وبيحافظ على الملمس الناعم للملابس ليلائم البشرة الحساسة.
المقادير على الشاشه. نحتاج للمقادير التاليه. يا رورو خذيهم بس عم بظبط الغاز. طب يلا اوكي حبيبتي، خلينا نحكي لكم مقادير وصفتنا الاخيره لليوم. كفته العدس اللي هي شي كفته، عبدنا كوب عدس احمر، بدنا كوب برغل ناعم ابيض، بصل صغيره مفرومه ناعم، 2 سن ثوم مهروس، 2 معلقه كبيره معجون بندوره، بدنا كمان معلقه صغيره دبس فليفله، ومعلقه ملح حسب الرغبه، نص معلقه صغيره كمون، بقدونس مفروم ناعم، وبدنا معلقتين كبار دبس الرمان ورمان للزينه، وكمان بدنا خس. اوكي هلا العدس احنا سلقناه، انا جبته مسلوق مشان نختصر الوقت. انا هون عندي كوب عدس مسلوق، بس انا حاسه مو زي ما بنسلقه نحن، يعني هذا مسلوق بس ما في كتير مي. يعني لما نسلق لازم اخليه شوي رطب. اوكي، لانه هلا انا العدس عندي مسلوق بس شوي رطب، راح انزل عليه كوب البرغل الناعم. يلا اذا اول شيء يا جماعه ممتاز. نسلق العدس. هلا العدس تستني لتنشف ميته ولا بتصفي؟ لا لا ما بصفي. يعني ليشرب المي. ليشرب المي كلها. فإذا أول إشي سلقنا العدس، وبعدين نزلنا عليه البرغل. خليه شوي رطب، وهلأ البرغل رح أضيفه فيه لأنه البرغل بدي يتفتح. أيوة يعني بمية العدس. حلو ممتاز. هلأ حركته شوي رح أغطي. أوكي خليها تفتح. وهي هي وهي هون إيش وين بدك؟ خليها محلها لأنه ما بديها تحت النار. حامي. أوكي هذا حامي. معناته أنه لك هاي هون. أوكي. خليني أنا أقول لك هاي هون وأطفي لك لأنه هيك إحنا ولعنا كل العيون. طيب شوب شوب شوبنا أنا كله سخن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي طفيناها خلاص. أوكي يلا. هلأ تركنا البرغل هون يتفتح، وهون على جنب عندي بصلة مفرومة ناعم مع شوية زيت زيتون، ورشيتها رشة ملح مشان يعني تطرى. أيوة عشان تدبل بزيادة. أوكي هلأ رح أحط لها تومة، 2 سن توم. اوكي احركه شوي بس تطلع ريحته. خلينا نستنى عليه دقيقتين شادين معنا. خلينا بس نعيد لهم كمان مره. اذا شو عملنا بالعدس اول شيء؟ احنا سلقنا العدس لما استوى تماما، بس خلينا فيه شويه مي، لازم يكون رطب. اوكي وبنزل كوب البرغل، بحركه تحريكه، بطفي النار وبكمره. والبرغل طبعا ابيض ناعم. البرغل ابيض ناعم لازم يتفتح بميه ال... حلو شايفين بدون كيف بلش هي؟ شوف كيف شربها بدون نار. بدون نار. طب عندي سؤال، ما بتحطي مع العدس ملح ولا اي شيء؟ بس لا لا هلا الخلطه هاي هون هي فيها كل ال تمام كل البهارات. حلو كتير. يلا خلينا نكمل. هلا شوفي هون تقريبا عم تطلع ريحه التومه. هلا رح نحط ملح. رشه الملح اللي سالته عنه روان. اوكي وشويه كمون. حلو هاتي ايش لك عشان نبين على الكمون. العدس بلبق للكمون. احركه شوي. يلا اوكي اوكي. إذا حطينا ملح وكمون على البصل والثوم وزيت الزيتون، بس هدول البهارات. تمام خيالي هي ما بدها والله. وبعدين دبس فليفله. هلا بتقدر تستعملي الحار، او اذا ما بدك حار. هلا عشان روان حطيت لك اياه مش حار. الله يرضى عليك، لانه بكفي الحار اللي حطت لنا اياه ديما بال. لا لا هذا الدبس الفليفله مش حار. انت كمان بتعملي دبس فليفله؟ لا لا ما بتعملي عائله. لا اوكي تحركيه حركت لك يا انا. شو بدك تضيفي كمان؟ هلا راح احط يعني معلقتين كبار رب البندوره. اوكي كله لازم يتحمص مع البصل. خلص كله بدي احطه. هاتي اشيل لك كل هاي الاشياء. هاتي عنك. اوكي خلاص. اوكي. هلا تحمصت. بس شوفي ما اسهلها. طلعت الريحه الزاكيه. هلا هاي الخلطه بدي احطها على هاي الخلطه. اوكي. حلو. واصلا فتح العدس. صح؟ البرغل. البرغل سوري. حلو. هلا بنحط هاي على هاي. من هون جاي اللون الاحمر اللي كان. ايوه وبي الريحه دبس الفليفله حلوه هاي. قصه بتعرفي يعني هاي فكره تانية تعملي في تستعملي فيها العدس الاحمر ونباتيه صح، وفيها بروتين. نباتيه وفيها بروتين وفيها الياف وفيها خضره واقتصاديه فعلا. وبعدين هلا بقول لك التحضير المسبق فيها افضل. لانه هاي النكهات لما بتبات بتصير اطيب. يا سلام. هلا شوفي هون مفروض هيك تندعك مزبوط حتى تتجانس شوي اذا بدك عبين حتى تتجانس. حطيت اياها هون. اوكي اسهل شو اسهل لك. صح خلينا نحطها بهذا الوعاء حتى اذا بالايد تفركيها طبعا مشان خلص كلها تتجانس. اذا رح ننزل الخليط هون حتى نقدر ندعكه براحتنا.
خلص شادن انت دعكيه بايدك وريحي راسك. يلا ايوه قربي هون بدي اقول لك بس. اوكي بالعكس هي هاي الخطوه كثير مهمه عشان كلها تاخذ النكهات الصح. طبعا والله انا حسها شيء كثير زاكي صح راح يكون لانه العدس زاكي مع ال انا دقته ما دقته موجود لا لا هلا بدوق الفريش ايوه هلا هذا هو صار كباب صار كوب بنيه هي هاي الشيء طلعي احلى هلا طلعت تماسك بيتقرص تماسكت بيتقرص هيك زي راس الكباب كباب صار اسمه شيء كباب بس هلا ما خلصنا يلا البقدونس بقدونس ودبس رمان اوكي وزيت الزيتون اللي فيه كفايه صح؟ هي دبس الرمان سلام عليك يا شادن بدعتي هلا دبس الرمان حسب ذوقك وحسب النوع اللي عندك في انواع احمض من انواع ايوه وفي انواع بتقلب الاكله غامقه بتصير بتقيم النكهه الاصليه للاكل ما بتقدري أيوة. منه بصراحه فانت بدك تحطي بالتدريج وتذوقي توازن توازن يعني بالعقل هلا هي الاكله بتتزين بالرمان بس انا بحب انزل شويه رمان مع الخلطه كمان ايوه حلو تصدقي خلصنا شادن تخيلي والله صح عشان والله انها تقدري تشتغلي براحتك لا جد خلصتي لسه معنا كثير وقت بدنا لا بدنا نقرص لا هلا في فكره تقديم يا عيني عليكي بدنا نقرص احنا اقول لك بس الفكره دائما في تقديم تقليدي بنحب نحكي للناس عنه وفي تقديم غير تقليدي للناس اللي بتحب يعني تغير ايوه بس شوفي هلا لونها ما احلى شوفي طريقه التقديم اللي عملتها كثير مميزه انا حسيت حلو كثير لا بدها تعمل لك هلا شيء بالقوالب هذول اوكي كثير كثير هلا خلص هي هاي حلو والله جيب لك البورد هيك وحده ادوقها انا هيك اجيب لك البورد هذا اعطيني اشوف هاي ايش الموضوع بسيطه بسيطه ايوه هاي سوري بس يمكن بدها دبس رمان اكثر انا ما دقت زاكي ولا شيء لا والله ما بدها كمان ندوقيها بشهر ملح ولا شيء كثير زاكي بالنسبه لي تمام هلا طلعي هاي زاكي. لو بتستني لبكره طبعا اللي انا جايبتها من اطيب من اللي هلا عملتها زاكيه تخيلي لانه بتشرب الطعم احسن انا بحب كل شيء فرش يعني كل شيء بروح السخن اكثر الزاكي دائما روان ما بتاكل من اللي هون بتاكل من اللي هون معنا هلا طريقة التقديم، الطريقة التقليدية انها بتتقرص زي الكباب وهيك اصابعك بتطبعوا فيها فهيك ايوه بحب هاي الطريقة بحطوها بورق الخس بيقدموها مع ورق الخس فبتاكليها انت هيك مع ورق مع خستها مع الخس وبتعرف شو حلو تحطي شوي هيك صحن صغير دبس رمان زي ما انت عاملة بتصير تحطي عليه نقطة هيك دبس الرمان يعني بتضيف جنبها للي بحب انه يزيد اوكي خلينا نعمل اشكال قبل ما يخلص وقت هلا الاشكال رمان بنحط هون بالقاعده اوكي وبنيجي هيك بنرصها اوكي طلعي شو حلوه طيب هدول قوالب سيليكون اوكي كيف نقلبها هلا عشان هلا نحطيها هون ولا احلى بس شيليها ما احلاها هاتي اعمل وحده معاكي تحمست في افكار ثانيه اذا عندك هاي عصاره الليمون شايفه ديما يس بتقدري تستعمليها اوكي واذا عندك قوالب معمول خلينا نفرجيهم واحدة شو رايك قالب المعمول زي ما بدك قالب المعمول انت اي شكل او هاي 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 اوكي شو رايك اوكي برضه بنحط هيك بالقاعده وبنرصها حبيتهم بالقوالب صراحه حلوين لحفلات لجمعات كثير حلوين هلا بتركيا بتلاقيها يعني هاي ستريت فود بتلاقيها بالشوارع هيك بتنباع بس طريقه التقديم مع الخس كثير مهمه طلعي هاي 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 بعصارة الليمون تخيلي ما حطيتي رمان رمان طلع شكلها أحلى هلا بعمل وحدة مع رمان فإحنا عملنا وصفة صحية وسهلة وتحضيرها مسبق ومغذية ومفيدة شوف ما أحلى شكلها كتير حلوة ممكن تحطي الرمان بالنص رح أعمل بالضبط هيك رح أعمل بالضبط شايفين طلع ما أحلاها بتعرفي لما بتضيفيها الناس ما بيعرف يربي هذا مالح ولا حلو
لأنه رومان شكلها مميز وشكلها غريب ولونها حلو يا بيا روان ولونها حلو تعملي لك وحدة بس أنت مش فاضية هلأ مشكلة للأسف أني مش فاضية والله بتقدري بس تقلبيها قلب وهاي والله لسهلة بتاعت الليمون يعني قصدي أنه متوفر بالبيت كل هاي الأشياء صح. فبسهولة بتعرفي أنه أنت لما بتغيري بطريقة التقديم تصير بتشهي كأنها لا كأنها وصفة جديدة كأنها وصفة جديدة بيستغربوها الناس يا جماعة بس هيك بعدين قوالب السيليكون أنها بتنشال بكل سهولة أيوة بسم الله الرحمن الرحيم كثير حلوة فرجي على الكاميرا طيب إحنا ديما خمس دقايق وإن شاء الله رح نعلن اسم الرابح اليوم برؤيا بلاي اللي شاركوا معنا بغرفة مطبخ رؤيا فرح يقدروا اللي دخلوا على التطبيق رح يفهموا إيش يعني غرف ورح يفهموا إيش يعني في عنا غرفتين لدنيا دنيا في عنا غرفة لمطبخ رؤيا في أسئلة هذا كله رح تعرفوا إن شاء الله بعد خمس دقايق اسم الرابح لسه عم بستنى يفرجون اتفضلوا عند ديما هلأ كملوا مع ديما يا جماعة أنا بدي أفرجيكم بس إنه قدي طلعت حلوة بالقالب الله زاكية شايفين كيف أخذت كل نقشة القالب وقدي مرتبة وحلوة أزيح لك لطيفة محل. خلاص تمام أوكي. طيب شادن بدي أطلب منك طلب بدك تعيدي سريعا تطلعي على الكاميرا وتعيدي لنا سريعا شو مقاديرك إيش عملنا بالضبط الخطوات تفضل عندنا كوب عدس مسلوق أول إشي شو اسم الوصفة شو عملنا اليوم الوصفة كفتة عدس اسمها تشي كفتة هي أكلة تركية عبارة عن كوب عدس سلقناه وبعد ما سلقناه واستوى العدس وبيكون رطب بنضيف له كوب برغل أوكي. بنحرك تحريكه وبنكمرها مشان يتفتح البرغل هلأ جانبا بدك تقلبي بصلة ناعمة مفرومة مع زيت زيتون مع ملح مع تومة وبنضيف لها ملح وكمون وبعدين بنضيف دبس فليفلة ورب البندورة برضو بنقلبهم لما يتحمسوا شوي الخلطة هاي بدنا نضيفها على خلطة البرغل والعدس هلأ هون لازم نخلط المزيج كله لما يتجانس تمام وبعدين يا إما بتتقرص بشكل كباب أو بتحبوا تقدموها بطريقة تانية بالطريقة يعني يا التقليدية يا إما بالطريقة يا إما بقوالب الكيك أو بهاي بس صراحة كتير 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 حلوة كتير مش شوي رح أحط لك إياها جنب اللي حضرتيهم شادن أوكي وهيك إحنا وصفاتنا لليوم يا رورو صاروا كلهم صارت جاهزة ممتاز سري حبيبتي بس تمام بدي أحطها هون ما أحلاه شايف شو مرتبة طلعات تخيلي بتقدري تجهزيها قبل بيوم بس تكون جاهزة للضيافة بس طبعا بدها تتغطى مشان ما تنشف لأنك بتفضلي إنها تكون باردة مشان ما تنشف طيب تمام طيب حبايبي زي ما قلنا لكم اليوم ببداية حلقة مطبخ رؤية رح تكون اليوم أو رح يكون اليوم بانتظاركم وكل يوم إن شاء الله ما عدا الجمعة جوائز قيمة هاي الجوائز في مسابقة رؤية بلاي اللي رح نلعب من خلاله في برنامج دنيا يا دنيا ومطبخ رؤية كل اللي عليكم تعملوه أو عشان تقدروا تشاركوا ما عليكم غير تنزلوا تطبيق رؤية تجاوبوا على الأسئلة المتعلقة بالبرنامج اللي بتحضروا يعني إذا شاركتوا بدنيا يا دنيا دنيا يا دنيا بمطبخ رؤية بمطبخ رؤية هلأ رح نحط الفيديو مش هلأ طيب أوكي بعد خمس دقايق إن شاء الله رح نعلن عن اسم الرابح اليوم معنا فشاركوا أكثر من هون لخمس دقائق لحتى حدا فيكم إن شاء الله يكون له يعني حسن الحظ وياخد الجائزة إن شاء الله اليوم أبدعتي ستي تمام شكراً أبدعتي شكراً شيف Thank you أبدعتي ستي إحنا انبسطنا دقنا إحنا هلأ بنرجع أنا كتير مبسوطة على الوصفة شادن بس بدي أرجع أذكر سريعاً إنه اسم صفحة شادن شادنز ميني ديزرتس كل شيء بتعمله هيك نغش زيها ميني ديزرت فلازم تتابعوا صفحتها اللي بيحب يتابعها احنا تصورنا معها على صفحتي على الانستغرام عملنا لها تاج لصفحتها بتقدروا كمان توصلوا من منتجاتها الصحيه اللي صارت تحضرها مثل دبس التمر والكوكيز معمول ازحه انا كثير حبيت معمول لا كمان التعون اللوز والكوكيز الكوكيز هدول اللوز كثير طيبين كثير متحمسه ادوقهم انا سلم ايديك شكرا لك اوكي طيب لسه في معنا شو طيب معنا شوية وقت خلينا نقرأ شوية تعليقات اليوم ما قرأنا تعليقات نسلم على حبايبنا اللي بيتابعونا اليوم أبدا ما قرينا بنعتذر منكم إلا شوي يمكن هيك اسم بدي أسلم على أنس السطري بدهم طريقة المتومة والشباتي حاضر يلا ولا يهمكم سريعا هلا هلا ولا قصدك بوصفة نعملها والله أوكي هلا بالنسبة للمتومة صراحة المتومة في إلها كتير طرق يعني الطريقة الأصلية 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 تبعت المطاعم أنا عملتها يمكن قبل 11 سنة على مطبخ رؤية وموجودة على اليوتيوب بس المشكلة إنه في ناس يعني ما بيحبوا نكهة التوم الكتير قوية لأنه هي كلها توم بالخلاط مع تلج وملح وملح ليمون وبعدين سنسولة زيت لحتى يصير عندنا القوام هلأ الطريقة الجديدة للمتومة اللي صار كل حدا يتبعها اللي هي النشا نشا ومي على النار لحديت ما تصير زي المهلبية شوي سميكة
تاخذوا هذا المقدار تضربوه على الخلاط وبتضيفوا له شويه توم فريش، شويه زيت، رشه ملح، ممكن ملح ليمون حتى يضل متماسك وقوامه حلو. نعمل لكم اياها بوصفه مع شاورما وهيك حتى تكون 100% ان شاء الله. تمام. كمان في اليوم عندنا هيك اهداء من ريان وجوري وشهم لامهم الغاليه، بسلموا عليها ونحن كمان بنسلم عليها. تهاني ابراهيم البنا كمان بتسلم عليك، بتسلم عليكم، بتسلم علينا كمان، بتقول انا مثلك روان ما بحب السلطه البارده، بحبكم كثير. اه يعني هيك كلياتنا شوي، بس اليوم هاي جاي دافي. فهيك يعني بتزبط دافيه او بارده. حبيت فكرتها صراحه شتويه واستخدام اخر للعدس ومفيده صح 100%. طيب بدنا نسلم كمان على أم حسن اللفتاوي، سعد أوقاتكم. زهرة الفردوس صباح الورد. أم ياسمين سمارة كمان صباح الورد والياسمين. تمام. طيب خلينا نرجع نحكي إحنا وياكم عن رؤية بلاي، وفي فيديو قصير هيك رح نعرض لكم إياه عن كيفية الاشتراك برؤية بلاي، مع أنه الاشتراك سهل، ما عليكم غير تنزلوا تطبيق رؤية، ولكن خلينا نشوف الفيديو بالأول مع بعض. العبوا واربحوا مع رؤيا بلاي من خلال تطبيق رؤيا. بعد التسجيل يتم منحكم يومياً تذكرة واحدة مجانية عند دخولكم رؤيا بلاي. لتبدأوا اللعب قوموا باختيار الغرفة المتاحة، كل غرفة لها عدد معين من التذاكر مختلف عن الغرف الأخرى، ولتعويض تأخركم على لوحة الصدارة ورفع رصيد نقاطكم سوف يكون هناك غرف إضافية سيعلن عنها مسبقاً. للدخول لباقي الغرف الأساسية والإضافية عليك الحصول على تذاكر إضافية من المتجر، إما عن طريق شراء الحزم المتاحة للتمكن من المشاركة في جميع الغرف، أو عن طريق مشاهدة إعلانات للحصول على تذاكر مجانية التي ستمكنك من الدخول لبعض الغرف. تابعوا محتوى دنيا يا دنيا ومطبخ رؤيا واختاروا الإجابة الصحيحة. ضاعفوا نقاطكم للمشاركة في السحب العشوائي ولجائزة الغرفة ولكي تصلوا لمستوى أعلى، والجائزة الكبرى ستكون من نصيب صاحب أكبر عدد نقاط على لوحة الصدارة. حملوا تطبيق رؤيا وابدأوا التحدي واللعب مع رؤيا بلاي. إذن زي ما شفتوا بالفيديو كل اللي عليكم تعملوه بتمسكوا تليفوناتكم بتنزلوا تطبيق رؤيا، بتسجلوا اسمكم، تليفونكم، معلومات عنكم، بعدين بصير تفعيل للعب، بتروحوا لتلعبوا في عندكم غرف معينة. غرفة مطبخ رؤيا هي غرفة رقم 3 اليوم فتحت زي ما كنتوا شايفين، وبتقدروا كل يوم تدخلوا على غرفة واحدة في عندكم تذكرة مجانية من خلالها بتقدروا تدخلوا عليها. أما باقي الغرف فأنتوا بحاجة إنك تزور خيار المتجر الموجود في التطبيق، في متجر برضو موجود سهل كله مدام دخلتوا على التطبيق رح تعرفوه، والاستفادة من التذاكر المجانية أو الحزم المتاحة بالتطبيق. الغرفة الأولى في دنيا دنيا بحاجة لتذكرة واحدة، الغرفة الثانية بدنيا دنيا بحاجة لتذكرتين، أما الغرفة الثالثة اللي هي مطبخ رؤية فهي بحاجة لثلاث تذاكر. كل ما تشترك أكثر طبعا بتزيد فرصتك لتربح أكثر وبصير اسمك على قائمة الصدارة. هلأ رح نعلن اسم الفائز أو الفائزة أو الفائز معانا اليوم بغرفة مطبخ رؤية، وهي وفاء عبد الأحد. ألف مبروك وفاء عبد الأحد، ربحتي معانا الجائزة وهي قسيمة شرائية مقدمة من عيادة دير ماكير دكتورة فريدا طنوس. مبارك لك. محرزة صراحة من عند دكتورة فريدا. ألف مبروك يا وفاء، هي اسمها ظهر معاكم مبروك يا وفاء على الشاشة. تمام. إذا زي ما قلنا لكم بنشجعكم إنكم تنزلوا تطبيق رؤيا، العبوا مع رؤيا بلاي لتربحوا العديد من الجوائز. طبعا بدنيا يا دنيا كل عليكم تتابعوا البرنامج، يعني خلال ما عم بتكونوا على تطبيق رؤيا أنتوا لازم تكونوا متابعين دنيا يا دنيا وكمان بعدها مطبخ رؤيا لحتى تقدروا تعرفوا الأسئلة وتجاوبوا على مجموعة الأسئلة اللي بتظهر لكم إن شاء الله من خلال التطبيق. طيب إحنا ضل معانا بكرة في غرفتين، بكرة في غرفتين لدنيا يا دنيا وفي غرفة لا مطبخ رؤية، وطبعا كله جوائز، ما عليكم غير تتابعوا زي ما حكيت لكم قبل شوي لتعرفوا تجاوبوا على الأسئلة. كل ما زدتوا المشاركة أكثر بتزيد فرصتكم بالربح أكثر. بدي كاسة مي. تمام. يسلموا إيديك. لا يسلموا إيديك.
ما بتحس فيه، حكينا كثير اليوم. طيب، فكتير حلوة الفكرة صراحة، كتير حبيت المشاركة، فظيعة. فأنتوا كلكم نزلوا مطبخ رؤية ومن خلاله إن شاء الله رح تقدروا إنكم تعرفوا التفاصيل، يعني وانس حتى نزلتوا تاخدوا على الوضع، رح تصيروا بالضبط تاخدوا على الوضع أكتر. إحنا ضل معنا دقيقة يمكن بدنا نتشكر في هاي الدقيقة ضيفتنا اليوم المميزة. يعطيك ألف عافية، دائما مبدعة ولازم تتابعوها على السوشيال ميديا صراحة، من الناس المحترمين جدا واللي عن جد محتواهم حلو وخرج إنه الواحد تابعه. صح 100%، بنتشكر كثير وديما شكرا كثير.